والمالية عبر مجموعة من مديرياتها. وقد نظم منتدى الباحثين منذ سنة 2014 عدة ندوات عبر مختلف مدن المملكة، حيث يشكل المنتدى فضاء للنقاش والتواصل عبر مختلف الفاعلين أكاديميين، اقتصاديين، اجتماعيين ومجتمع المدني من أجل مناقشة مضامين القانون المالية بشكل مبسط وسهل للاستيعاب. وبطبيعة الحال تواجدنا اليوم بكلية متعددة التخصصات يأتي في إطار الشراكة المتميزة التي تأسست على في السنة الرابعة، نتواجد اليوم في السنة الرابعة بمحطة العرائش. ولا يفوتني هنا أن أحيي عاليا السيد رئيس جامعة بنو الطفيل الدكتور محمد عربي كركم، الذي صراحة تواصلنا معه منذ سنوات ووفر جميع الإمكانيات التي تجعل محطة العرائش محطة متميزة ومشهود لها بالإشعاع على المستوى الوطني. بدون أن أطيل عليكم أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، سواء في المكتب التنفيذي أو أعضائه، الذين يتحملون على التنقل وفي إطار نكران الذات من أجل إيصال المعلومة المالية ونشر ثقافة المواطنة الجبائية والتفاعل حول مختلف مضامين قانون المالية السنوي، والتي تختتم في الأخير بإعداد تقرير تركيبي يضم مختلف الآراء والانتقادات التي توجه لقانون المالية، وكذلك مختلف الأفكار التي يتم النقاش فيها عبر مختلف المحطات بربوع المملكة، والتي تشكل وثيقة مرجعية مهمة يتم إيداعها لدى وزارة الاقتصاد والمالية، لتكون وثيقة كما قلت مرجعية في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. نشكر مجددا الكلية المتعددة التخصصات على استمرار الشراكة المثمرة والمتميزة، وعلى توفيرها لجميع الظروف المناسبة ليمر هذا اللقاء في أحسن الظروف وفي مستوى عالي.